السلام عليكم. لو أعطاني مقطع لبيم معروف الـ effective depth لهذا البيم، ومعروف الـ B الـ width of the beam، ومعروف الـ AS اللي هي الـ area of steel المستخدمة. بمعنى آخر، أنا أعرف أبعاد البيم وأعرف كمية حديد التسليح المستخدمة، وطلب من عندي أنه أجد المومنت capacity لهذا البيم. فالخطوة الأولى اللي راح أقوم بها أنه أجد مقدار الـ compression depth C، وهنا هي النقطة اللي أنا دا أحب أركز عليها بدرسنا لهذا اليوم. كيف نجد سي؟ سؤالي إليك، شلون راح تقدر تطلع قيمة سي؟ ممكن حضرتك بكل بساطة تقول لي إنه إذا طبقت الـ equilibrium equation على الشكل الموجود، الشكل الثالث اللي موجود هنا، مثل ما تشوفون إنه سي تساوي تي، بالنتيجة أقدر إنه أطلع قيمة أي أو قيمة سي من عندها. شلون؟ كالآتي. من البداية حضرتك تقول إنه سي تساوي تي، يعني compression يساوي net tension. قوة الكومبريشن عندنا يمثلها هذا ويتني بلوك، هذا البلوك اللي تشوفوه حضراتكم قدامكم الآن، واللي هو عبارة عن العرض مالته 0.85 F'C مضروب في الارتفاع اللي هو A، مضروب في البعد الثالث العمودي على الورقة اللي هو B. هذا كله يساوينا AS، كمية حديد التسليح مضروبة في FY. وبالنتيجة إذا أردنا نطلع قيمة A، فراح تساوي لنا AS FY مقسوم على 0.85 F'C B. خلينا نعدل هاي الF' شوية. أوكي. وبالنتيجة من A نقدر نطلع قيمة C اللي تساوي لنا بكل بساطة A over beta 1. كلام سليم جدا، ماكو أحلى من عنده. لكن بهذا اللي سويته حضرتك الآن، أكو embedded assumption، أكو فرضية بضمن هذه المعادلة اللي حضرتك بديت تستعملها. الفرضية هذه إنه حضرتك افترضت إنه الحديد واصل إلى مستوى yielding، الحديد وصل إلى مستوى الخضوع. طيب السؤال الثاني، إذا الحديد ما وصل إلى مستوى الخضوع، ممكن نطبق هذه الطريقة؟ ما ممكن، بس شوية راد لها تعديل. الحقيقة أكو طريقتين ممكن إنه نستعملها حتى نطلع قيمة سي إذا كانت ستريس في الحديد أقل من اليلدينج ستريس. الطريقة الأولى اسمها iteration method، طريقة التكرار، iteration method. وطريقة التكرار ببساطة هي تقول إنه أنا راح أبدي الخطوة الأولى مالتي بأنه أفترض قيمة لـ A، اللي A اللي هي الـ depth of the compression block or compression stress block. من فرضنا قيمة إلى A، معناها إنه أنا أقدر أحسب C اللي تساوي لنا مثل ما نعرف 0.85 F prime C B A. كل هالمعلومات إذا أقدر أطلع قيمة C. ممكن أيضا لأن هون عندي A أقدر أطلع قيمة small C اللي هي compression depth، واللي تساوي إن هنا A divided over beta 1. وإذا عرفت قيمة C، أقدر من تشابه المثلثات للسترين كيرف هذا اللي تشوفوه هنا أمامكم، ممكن أنه أطلع قيمة إبسلون S. مع أني أعرف قيمة C هنا، فأقدر أنه أطلع قيمة إبسلون S. وإذا عرفت قيمة إبسلون S، ممكن أنه أحسب قيمة FS اللي هو راح يساوي لنا، راح أطبق هنا هوكس لو، لأنه إحنا بعدنا في مستوى المرونة. وممكن نقول انه FS يعني ستريس بالستيل يساوي لنا سترين بالستيل مضروب في المودولوس اوف الاستيسيتي للستيل. وما دام ثاني كلهن صار المعلومات، ممكن ايضا انه احسب قيمة T اللي تساوي لنا بكل بساطة كمية حديد التسليح اللي موجودة عندي، مساحات حديد التسليح مضروبة في الستريس اللي موجود في حديد التسليح. وما دام عرفت قيمة T، اذا ممكن هنا انه اطبق
الإكوليبريوم إيكويشن اللي تقول إنه الكومبريشن ماينس التنشن لازم يساوي لنا صفر. طيب راح أطبق المعادلة مالتي، طلعت قيمة سي من هنا وطلعت قيمة تي من هنا، واثنيناتهم راح أدخلهم بالمعادلة رقم 7، وراح أسأل نفسي هل يا ترى سي ماينس تي هل يا ترى تساوي لنا صفر أو لا؟ على فرض إنه النتيجة ما طلعت صفر، مثلا طلعت تساوي 20، معنى هذا الكلام إنه الـ compression force هي أكبر من الـ tension force بمقدار 20، معناه إنه أنا أحاول إنه أقلل قيمة الـ compression force حتى أقدر إنه أساويها ويا tensile force. فراح أرجع وأفترض قيمة جديدة لـ A، راح نسميها A2، أصغر من A1 اللي بلشنا بيها، وراح أرجع أكرر الخطوات من رقم 2 ولحد رقم 7 وأشوف شقد صار عندي التغيير. فرضا هالمرة طلعت لي النتيجة 10، وراح أرجع أقلل قيمة A إلى أن أوصل إلى نتيجة إنه الـ compression minus التنشن يساوي صفر تقريبا. هذه الطريقة سهلة، وإذا أنت عندك برنامج للكمبيوتر أو إنه حضرتك تستخدم الماث كاد فتطبيقها سهل جدا، لكن مشكلتها أنه ممكن أنه تأخذ وقت في بعض الأحيان. هل هنالك طريقة ثانية بإمكاننا أنه نحل بها هاي المعادلة ونطلع قيمة سي exactly؟ الجواب نعم. شلون؟ هذا اللون، راح نرجع ناخذ هذه الأشكال اللي نشوفها قدامنا هنا، مخطط السترين ومخطط السترس، ومن عندهن راح نطلع قيمة سي. راح أبدي بأنه أقول راح أخذ الجانب الأيمن من الشاشة حتى نفرق عن الطريقة الأولى اللي استخدمناها. راح أبدي بالبداية أنه أحسب قيمة أبسلون أس من تشابه المثلثات للسترين كيرف. فعندنا مثلا أبسلون سي يو اللي هو السترين بالكونكريت، ألتيميت سترين إن كونكريت، واللي قيمته كلها نعرفها حسب الـ ACI كود تساوي 0.003، مقسومة على C هي كنسبة إبسلون S على D ماينس C. إذا قيمة إبسلون S تساوي لنا D ماينس C over C multiplied by إبسلون C U. هذه المعادلة راح نحفظها على صفحة لأنه راح نحتاجها فد شوية. هذه المعادلة الأولى اللي نحتاجها. طيب راح أطبق، أجي على مخطط الستراسس اللي نشوفه أمامنا هذه، وراح نقول إنه summation للفورسز لازم يساوينا صفر حتى يكون عندنا equilibrium. summation للفورسز should equal to zero، معناها إنه الكمبريشن minus التنشن should equal to zero. كلام سليم. الكمبريشن نتذكر احنا هذه القوة هي 0.85 F prime C B A minus T. T هي عبارة عن AS FS، هذا كله يساوي صفر. زين، أو 0.85 F prime C B الأي نتذكر هو يساوي لنا بيتا 1 مضروب في C ماينس AS FS، قلنا راح نطبق هنا هوكس لو، فإذا هي تساوي لنا إبسلون S multiplied by modulus of elasticity للستيل، كل هذا يساوي لنا صفر. أو 0.85 F prime C B بيتا 1 C minus AS ES epsilon S، راح أخذ قيمته من المعادلة اللي هستون كتبناها فوق، epsilon S يساوي لنا D minus C over C multiplied by epsilon CU يساوي لنا صفر، هذا كله يساوي صفر. طيب الآن لو أخذ هذه المعادلة كلها وأضربها في C
النتيجة هنا هذه راح تصير سي تربيع وهذه السي راح تروح. فأجي أطبقها أقول 0.85 f prime c b beta 1 c square minus as es d epsilon cu plus as es epsilon cu. هذا كله مضروب في c يساوينا صفر. رتب المعادلة مالتنا بصورة أفضل. 0.85 f prime c b beta 1 c square minus أو plus راح أجيب هذا هنا بالبداية فراح يكون as es epsilon cu مضروب في c minus as es epsilon cu d يساوينا صفر. الآن احنا نريد نطلع قيمة c وهذه هي معادلة من الدرجة الثانية فراح يكون هذا هو a وهذا الحد هنا هو b. نكتبه زين وهذا الحد هنا ولا ننسى الإشارة هو كابيتال سي. إذن إذا أريد أطلع قيمة سي small c أقصد compression depth تساوينا minus b plus minus square root b square minus 4ac over 2a. إذا طبقنا هذه المعادلة راح نجد قيمة C أو الـ compression depth وهذه هي يعني the exact solution. قيمة C اللي راح نجدها بهذه المعادلة يجب تكون قريبة جدا أو مساوية لقيمة C اللي ممكن نلقاها من الـ iteration method. وراح بالفيديو القادم إن شاء الله راح نتناول فد مثال بسيط نوضح بيه شلون نقدر نستعمل الطريقتين iteration method والـ exact method. شكرا جزيلا على متابعتكم ونشوفكم إن شاء الله بالفيديو القادم اللي راح يكون تطبيق حي للاشتقاق اللي قمنا به الآن. مع السلامة.